بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. دايما أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتخلي حياتنا مختلفة وتخلي حياتنا متسعة وتخلي حياتنا أكثر نور وأكثر بركة وأكثر خير، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي جوامع الكلم أوتي جوامع الأنوار وجوامع الخير وجوامع الحكمة وجوامع البركة. ولذلك إذا ذهبت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت بتقرأه تجده يشرح صدرك وينور حياتك. عشان كده النهاردة مع حديث من أجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مليان بالبركة والنور ومليان كمان بالهداية والحكمة العجيبة اللي احنا لازم نفهمها لما نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقيموا الصفوف، وهو يتكلم عن الصلاة، قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بالمناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. الحديث أخرجه الإمام مسلم. نقول الحديث مرة تانية عشان نستطيع أن احنا نتشرب بأنواره صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بالمناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. الحديث هنا بيتكلم زي ما هو واضح، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الصلاة وخصوصا صلاة الجماعة وكيفية تسوية الصفوف في صلاة الجماعة وإزاي نقدر صلاة الجماعة نتعامل معها. هذا الحديث في الحقيقة أنا بترجمه له بترجمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمنا عن هذا الحديث، هو بيعلمنا حاجة مهمة جدا: كيفية العيش في مجتمع متعدد. إزاي أعيش في مجتمع متعدد؟ إزاي وأنا في صف والصف دي فيه أناس كثيرين غير مشتركين وغير متفقين، إزاي يبقوا صف واحد؟ فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجة مهمة جدا جدا: إزاي وإحنا مختلفين نبقى صف، إزاي وإحنا مختلفين نكون كمان بنقدر نصنع اتزاننا، إزاي وإحنا صف نقدر كمان نحمي نفسنا من الأخطار، وإزاي كل واحد فينا اللي بيقدر يجعل الصف ده صف مستوي إزاي هيكون حاسس بمدد الله، ولو عمل كده إزاي أحس بعدم مدد الله سبحانه وتعالى، إزاي أحس بأن ربنا سبحانه مش هيقدر، هيبقى عنده غشاء وما يقدرش يرى مدد الله. تعالوا نشوف حاجة مهمة جدا. عندي حاجة مهمة قوي: الأحاديث اللي بترد في الصلاة دايما أقول كده: ما ورد في الصلاة ورد للحياة. يعني الأحاديث التي وردت للصلاة هي بترد للحياة. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقبل كمان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام مهم: الصلاة عمود الدين. يعني الصلاة دي ما تفتكرش إن الصلاة متوقف أثرها أو متوقف أنوارها على فقط الصلوات الخمس أو حتى الصلوات الخمس والصلوات الرواتب أو حتى الصلوات النوافل. الصلاة نافذة لأنوار الله للحياة. الصلاة نافذة لأنوار الله في الحياة، ولذلك الصلاة صلة بين العبد وربه. ولذلك اللي يقدر يفهم هذا الحديث على أنه حديث ليس للصلاة فقط ولكن للحياة، هيقدر يفهم معنى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى احنا كده محتاجين نقرأ هذا الحديث قراءة حياتية، نقرأ هذا الحديث مش بس للصلاة ولكن نقرأ هذا الحديث للحياة. الحديث بيبدأ بإيه؟
بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه وهو بيتكلم عن الصفوف وهو بيتكلم عن التنوع. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أقيموا الصفوف. يعني إيه؟ يعني لازم كل واحد فينا يضبط أداؤه. مش هينفع نتسمى إن إحنا أقمنا الصفوف أو أقمنا المهام أو أقمنا الواجبات والواحد فينا ما بيقومش بدوره. يبقى أقيم الصفوف، يبقى كل صف لازم كل واحد فينا ينظر لنفسه وينظر إنه أقام. أقام زي إيه؟ زي البناء كده. ولذلك في هناك نتكلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. يبقى المسلم المسلم كالبنيان، يبقى لازم نقوم الصفوف، يعني كل واحد يكون فينا قائم مش معوج، لازم يكون قائم مستقيم. الإقامة هنا يعني الاستقامة، كل واحد فينا يستقيم. ثم بعد ذلك إيه اللي حاصل؟ هذه الاستقامة لا تكون استقامة للواحد في نفسه، ولكن كمان تعالوا كمان نحس إن إحنا على خط واحد، على استقامة واحدة. وحازوا بالمناكب. شوف حازوا يعني إيه؟ مش بس إن أنت تقوم بواجبك، ولكن عليك إن أنت تندمج في الصف وتحس إن أنت حاصل إيه؟ حاصل اندماج في الصف عشان تبقى فيه مشاركة. وحازوا بالمناكب. يعني إيه حازوا بالمناكب؟ لازم يبقى فيه تناغم ويكون فيه اتساق في الأداء. ما ينفعش بس إن أنت تؤدي حتى لو كان فيه مخالفة، لا، ده لازم يكون فيه كمان إيه؟ لازم يكون فيه اتساق، عشان لما يحصل الاتساق ده يحصل بالفعل الوصول إلى درجة مش بس الجودة، ولكن كمان نصل إلى حد الجمال. يبقى أقيموا الصفوف جودة، حازوا بين المناكب، بين المناكب دي جمال. يجي بعد كده إيه؟ يجي بعد كده سدوا الخلل. يعني إيه سدوا الخلل؟ ما تتركوش كلام الناس يدخل بينكم، ما تبقوش أنتوا وأنتوا مجموعين على صف واحد وشكلكم أن أنتوا متفقين وأن أنتوا مجموعين تظهروا بمظهر المتفرقين. فما تخليش الشيطان يدخل من أشياء بسيطة فيفسد عليكم الحال. يبقى احنا نعمل ايه؟ لازم يبقى عندنا تحصين، لازم نحصن أنفسنا. إلا هنحصن أنفسنا ازاي؟ بالاقتراب، بأن احنا لا ندع فرصة للشيطان لكي يدخل بيننا، حتى لو كانت الفرصة دي كلمة. وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. يعني خلل مش واخد باله، يهوي بيها في النار 70 خريفا. يبقى أنت لازم تخلي بالك من الخلل. يبقى لازم تعمل إيه؟ تعمل تحصين وتسد الخلل. عشان إيه؟ عشان تبقى أخذت بالأسباب وما يجيلكش الفساد أو الضياع أو الدمار. طيب، وسدوا الإيه؟ وسدوا الخلل. طب وبعد ما نسد الخلل يحصل إيه بقى؟ لما نقترب إيه اللي حاصل؟ لما الناس تقترب تشعر بالجسدية. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يبقى إيه اللي حاصل؟ اجتمعوا. طب لما يحصل ده، طب إذا حصل بقى إن في حد كان متأخر أو حد كان متقدم، يعني لو حصل بقى فروق فردية، فروق فردية إيه اللي حاصل؟ أو حد ما كانش واخد باله، أو حد ما كانش منتبه، فاحنا عايزين نحسن الأداء. طب نحسن الأداء بإيه؟ بالتقييم للأداء، فيحصل حاجة اسمها تقييم. طب لما يحصل التقييم إيه؟ لينوا في أيدي إخوانكم. لما يحصل خلل نعمل إيه عشان نصلحه بسرعة؟ نلين في أيدي إخوانكم وكونوا عباد الله إخوانا. يعني خلاص خليك فاكر إن شوف جمال الحديث. عشان يهون على الإنسان تكلفة التغيير، شوف ما أنا خلاص أنا واقف في مكاني فيتغير مكاني، أنا هنا في مكان فحد نقلني عشان أروح مكان تاني أنفع، فأعمل إيه؟ لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم. فيحصل إيه؟ شوف عبارتين، كن لينا يعني كن مرنا، وتاني شيء خلي بالك إن أنت لما بتلين في أيدي أنت لا تلين في أيدي عدو، ولكن تلين في أيدي أخوك. تلين في أيدي إيه؟ أخوك. يبقى إيه اللي حاصل؟
ولينوا في أيدي إخوانكم. الخمس حاجات دي تعمل وصل بالله سبحانه وتعالى. يبقى الخمس حاجات دي بتعمل وصل بالله، وعدم العيش بها يعمل قطيع. وعشان كده الخمس حاجات دولة هتلاقيهم هم إيه؟ هم معايير الاتزان. اللي هم إيه معايير الاتزان؟ أول معيار إن يكون في الأول خالص في جدوى، إحنا عندنا هدف مشترك. تاني حاجة إن كمان بعد ما يكون عندنا جدوى كمان يكون عندنا جدية، نحازب المناكب. بعد كده يكون عندنا بعد الجدية كمان جدارة، كل واحد فينا عارف يعمل إيه. بعد كده كمان يكون عندنا كمان بعد الجدية يكون عندنا جودة، وبعد الجودة يكون عندنا جمال، ونمنع قبح الشيطان. لما نعمل كده هنكون بالفعل متزنين. ولذلك هذا الحديث ليس فقط حديث لتسوية الصفوف، ولكن كمان لكي نكون جماعة دائما في حضرة مولانا سبحانه وتعالى بالبركة والنور والفضل والفتح. يا رب أكرمنا واجعلنا دائما من أهل هذا الحديث، اللي هو الحديث الذي يفتح علينا باب أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا في حالة من حالات الاجتماع والاندماج والعيش المشترك المجتمعي. بعد الفاصل هيكون معانا ضيفة عزيزة من الخارج، هنتعامل معاها ونسمع تجربتها، ازاي كانت تجربة ممكن تكون تطبيق رائع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العيش المجتمعي الرشيد، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج ولا تعسروا، اللي احنا في الحقيقة بتفضل بركة ونور وفضل وتواصل بينا على طول. لكن كمان ومعانا حد ضيف عزيز علينا جدا جدا جدا، ضيف علينا هو مسافر صحيح لكن هو حاضر معانا ومليان بالبركة والنور. معانا الدكتورة ندى اللاهوني، يعني من أعز تلامذتي ومليانة بركة ونور، وهي باحثة في علوم الفضاء ومشرفانا في فنلندا. ازاي حضرتك يا دكتورة ندى؟ والله يعني الشرف ليا والفنلندا كلها، والله ان معانا ان احنا مع حضرتك النهارده. الشتاء ابتدى ولا لسه؟ لا الجو ساقع خلاص، طلعنا جواكت. طيب يا ربنا يحفظك ان شاء الله وبركه ونور. خليني اسالك سؤال مباشر كده، احنا النهارده بنتكلم عن حديث الناس كلها بتقراه في سياق الصلاه فقط، وهو حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا اقيموا الصفوف وحازوا المناكب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الصفوف وعن الصلاه. هل انت لما بتسمعي هذا الحديث بتحس ان هو ليه اثر عليك في حياتك، وخاصه في بيئه متنوعه زي البيئه عندك في فنلندا؟ والله حضرتك يا مولانا المنظور اللي حضرتك خدت بيه الحديث، وان فكره ان الصلاه اللي هي دي الحياه برضو، ونساوي الصفوف، ان يعني احنا كفريق مثلا نساوي الصفوف، وان ما يكونش فيه بيننا شيطان. فحتى ده اكيد طبعا انا يعني تعرضت ليه هنا، وكمان مع ناس باختلاف دياناتهم باختلاف عقائدهم وثقافاتهم من دول مختلفه. حتى في الجروب البحثي بتاعي كمان احنا يعني ناس انترناشونال جروب، فاكيد تعرضت للي انا اكون صف ومحتاج ان هو يتساوى، ومحتاج ان هو ما يكونش فيه بينه وبيني. فلما سمعت كلام حضرتك والشرح بتاع الحديث يعني فهو فعلا يعني بدونه يختل توازن العمل، ويختل توازن الحياة يعني عامة. فاحنا ما نقدرش نكون يعني الايه اللي مجمعنا اصلا وجود هدف، وده كان احد المفاهيم الخمسه اللي حضرتك قلتها صحيح، اللي هي الجدول، انه يبقى في جدول. أيوة. في جدول للعمل. فهو ده اللي مجمعنا باختلافاتنا. عندنا هدف معين عايزين نوصل له، عايزين نوصل لبحث معين او كده. ففعلا هو ده اللي مجمعنا، الهدف الواحد وجديتنا في الوصول لده، هو ده اللي بيخلي فيه نتيجة في الأصل، والاحترام ما بيننا
والود اللي ما بيننا برضو والجدارة ان كل واحد ان كل واحد ان كل واحد كل جدير واحد وعنده فعلا وعنده مهارة في هذا البحث. سبحان الله. ما هو فعلا يعني انا رئيستي في العمل هي مجمعانا كل حد من دولة مختلفة علشان كل واحد شاطر في جزء معين، في قمر صناعي معين بيعرف يشتغل عليه، فهو فعلا جدارة كل حد فينا. انت الباحثة العربية الوحيدة في الفريق بتاعك؟ في حد مصري كمان بس يعني بس في الفريق اللي جنبي مش الفريق بتاعي. يعني في فريق تاني يعني انتوا الاثنين مصريين موجودين في هذا المكان اللي بتدرسي فيه في مساله بحوث الفضاء، بحوث علوم الفضاء. طب خليني اقول قد ايه حديث قد ايه في ورد في الحديث ولينوا في ايدي اخوانكم. قد ايه فكره اللين في ايد الناس ساعدتك في وجودك في فنلندا؟ والله ده من اكتر الحاجات اللي ساعدتني، وحتى ده انا وجدته مع مشرفتي اللين. يعني انا جيت الاول ادرس طبعا احنا عارفين في الابحاث العلميه كتير من الطلبه بيحسوا ان المشرف عايز يكسره او عايز يضايقه او عايز في توجيهاته ساعات عايزه يوقفه على البحث. انت فاكر نفسك مين يعني؟ هتجيب التايهه يعني. ففي بعض الناس ما بيلينوش. لا سبحان الله، هي يعني المشرفه اثرت قلوبنا كلنا كمجموعه بموضوع اللين ده، يعني سواء باختلاف ظروفنا ان انا مغتربه. يعني حضرتك بتقولي هي اللي لانت معاكم، مش انتوا يعني هي اللي لانت معاكم ففتحت قلوبكم بلينها. سبحان الله. فاحنا لنا احنا كمان يعني بقينا يعني حتى لو هي طلبت منا حاجات زياده شويه فبقينا بنعمل بحب. يعني ممكن نيجي على وقت البيت شويه علشان حابين اللي احنا بنعمله وحاسين ان احنا في بيتنا حقيقي. وهو ده يعني ده اللي بيهون علينا شويه الغربه، وجود ناس فيهم لين فعلا. حلو قوي الكلام اللي حضرتك بتقوليه، ان في كتير من اوجاع الحياه وكتير من الام الحياه ممكن تصبح عينة لما تلاقي حد لين. هو الليل اللي احنا محتاجين الليل ليه في رأيك يا دكتورة ندى؟ علشان نقدر نعيش بسلام وما نخافش، نحس بأمان ونحس يعني بوصل مع ربنا. حلو قوي الكلام ده. وعشان كده بقيت الحديث جه قال بعد ما تكلم ولينه في أيدي إخوانكم قال من وصل صفا وصله الله سبحانه وتعالى. فيبقى الانسان بعد الخمس حاجات دي يحس بقى بالمدد، يحس بالوصل بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله. وهو ده اللي بيجمعنا يعني حتى كعرب، حتى في الغربه باختلافاتنا وباختلاف ارائنا. يعني اللين في التعامل مع الشخصيات المختلفه هو ده اللي بيخلينا نتجمع، وهو اللي بيهدي اي خلاف واي جدالات واي حاجه. هو سحر سبحان الله يعني اللين. هل سحر فعلا بيدخل في المكان. هل في حاجه انت عملتيها بلين؟ يعني عايز اشوف كده في حدث او حاجه انت عملتيها بلين فانهت مشكله او حلت حاجه. والله يعني في مجال العمل ومجال يعني انا كزوجه برضو يعني في امثله. طبعا انا بس عايز اقول حاجه في مساله مكان الزوج، ان الزوج والزوجه في بعض مع بعض في الغربه بيبقى الزوج لزوجته والزوجه لزوجها عباره عن هو الوطن، بيتحولوا هما حقيقي. الوطن حقيقي فعلا سبحان الله فعلا. في العمل فمثلا كان بيبقى عندي مؤتمرات فخارج الجامعه اللي انا فيها، فناس مختلفه وناس من دول مختلفه، فممكن احس مثلا حد ايه يبص لي كده ايه ده لا انت عربيه، ايه ده انت جايه هنا ليه. فمجرد بس انا بدخل ابتسم بس في المكان كده بحس ان الله. يعني سبحان الله لغه الابتسام يعني بتخلي كده في الاجواء سلام وسكينه وتواصل غريب يعني. فبرضه انا بحس ان الابتسامه دي من اللين. الناس بتلين مجرد خلاص ابتسمت خلاص يعني تواصلوا معاك خلاص. فدي من الحاجات دي الحاجات المشهورة. والابتسامه دي لغه لين مشتركه تجمع كل الناس وتخليهم يعيشوا عيش مشترك. يعني انت مش محتاج تقول كلام كتير، انت محتاج تبتسم كتير. دايما اقول للناس انت مش محتاج تتكلم كتير،
انت محتاج تبتسم كتير، فلما تبتسم كتير الناس هتفهمك بغير ما تحتاج الى كلام كتير. مظبوط مظبوط. ويمكن بقى كزوجة يعني، فهو كان يعني عقدي في الجواز قبل ما اتزوج وكده اتكسرت باللين فعلا والله. هي دي القيمه يعني. انا احنا دلوقتي مش بنور يعني احنا دلوقتي مش بنور سر ولا حاجه عشان بس الناس تبقى عارفه. انت بتقولي ان انت كان عندك يعني موقف شويه في نوع من انواع الحرص في مساله الجواز، ولكن ده كله زال كل هذا الحرص مع فضيلة الدكتور اللي أزال كل هذا بهذا اللطف وهذا الجمال. سبحان الله. فهو اللين ده كمان هو الـ يعني الحاجة الأساسية اللي بتنهي أي خلاف. يعني فكرة إن أفتكر موقف اللين لزوجي مثلا، فخلاص لأ، أقول لأ أنا لازم يعني ألين أنا كمان تلقائيا. طيب، فالخلافات بتنتهي. ده كلام في غاية الروعة. أنا عايز بقى أقول لحضرتك من خلال خبرتك بقى في هذه الفترة اللي حضرتك قضيتيها في هذه البلاد الاسكندنافية اللي فيها برودة وبتخلي الإنسان في بعض الأحيان يحس بالوحدة. سؤالي، إيه الحكمة اللي حضرتك ممكن تقوليها للناس من خلال هذا الحديث يمكن إن هي تيسر على كتير من الناس اللي بيحسوا بالضغوط ويحسوا إن ظروفهم صعبة، وأنت تعرضتي إلى ظرف مركب هو صحيح ليس شديدا ولكن ظرف مليء بالاختبارات المهمة ان انت تعملي في مجال حساس زي ده ومجال دقيق زي ده زي مجال علوم الفضاء، وفي نفس الوقت كمان تكوني في الخارج. ايه الحكمة اللي تقوليها للناس؟ والله يعني برضو اساسها اللين وجمعوا الناس يعني جمعوا ما تفرقوش. يعني حلو قوي الكلام ده. ده فعلا ده اللي يعني بيهون علينا الغربه، بيهون علينا الضلمه بتاعه الشتاء اللي هنا، وجودنا مع بعض. الله. بدون لين مش هيكون يعني مش هيكون فيها، هيبقى في الدنيا تبقى في شده وشد وجذب وخناق، لكن احنا كلنا مختلفين، مفيش حد شكل التاني، ولازم يعني لازم نقدر ده، ولازم يعني نشوف اختلافاتنا دي ونكمل بيها بعض، وناخد الدنيا بالراحة، ما نتنشنش وما نتعصبش، والدنيا مش خناقة. هو ده فعلا اللي بيخلي الغربة بتهون شوية. خلينا ابعت لك والإنسان. خلينا دكتورة ندى، خلينا ابعت لك من بلدك ومن أهلك ومن أحبابك كل سلام وكل تحية وكل امتنان على المجهود اللي حضرتك بتقوم بيه، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من خيرة علماء العلماء في هذا المجال المهم في مجالات حياتنا، وتفضل حياتك مليانة لين، وتفضل حياتك مليانة عيش مشترك يجعل ده كله عمل علم قيمة إضافية في حياتك، وتتسع حياتك زي ما بيتسع الفضاء. أمين يا رب العالمين. أمين. شكرا لك يا دكتورة ندى اللهوني. وفاصل ونرجع نكمل تاني، ولكن في المرة دي هنعرض أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا، صفحة برنامج ولا تعسروا، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم، معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة، واللي بتفضل جسر من النور يربطنا دايما بمجالس الأنوار، مجالس العلم اللي بتفتح لنا أبواب الملأ الأعلى عشان نذكر عند الله سبحانه وتعالى. أول سؤال وصلنا بيقول: وأنا بستمع لقنوات القرآن الكريم أقرأ مع الشيخ، يعني هو بيسامع بيقرأ مع الشيخ، وأحيانا أكون مش متوضي، هل يجوز ذلك؟ ولو جاءت آية فيها سجود ينفع أسجد وأنا مش متوضي؟ السؤال الأولاني اللي هو السؤال إن أنا بردد حتى لو مش متوضي، لم يشترط العلماء في تلاوة القرآن إن الإنسان يكون متوضي، لكن الكلام ده اشترط في مسألة مس المصحف أو حمله، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يمسه إلا المطهرون. فيجوز الإنسان أن يتلو القرآن وهو على غير وضوء. اللي ممنوع أنه يتلو القرآن وهو على جنابة، لكن إذا لم يكن متوضئا فيجوز له أن يتلو القرآن وليس هناك شيء.
ان هو يتلو ويقرا مع القارئ فده جائز، لان الذكر يجوز له ان تسمع وان تتلو مع التلاوه. ولكن هو السؤال بقى اللي هو ممكن يتاتى، هو الافضل ان انا استمع اكتر ولا اتلو مع؟ حسب حالك، اذا كنت انت قادر بيكون دوت سبب من اسباب الاستحضار عندك احسن، يجوز ده. وان كان طبعا في غير هذا، اذا ما كانش في استحضار يبقى الانصات هيكون اولى في حاله حضرتك. السؤال اللي بعد كده، لو جت ايه فيها سجده ينفع اسجد وانا مش متوضي؟ الاولى ان انت ما تسجدش وانت مش متوضي، لان الراجح وان لم يجعلوا هذه السجده كانها صلاه، ولكن جعلوا ان هذا من الادب ان تكون متوضئا وانت تسجد سجده مراعاه لاصلها الذي هو في الصلاه. السلام عليكم. السؤال اللي بعد كده بيقول: السلام عليكم يا شيخنا، عرفت مؤخرا ان علب التونه بتسبب جروح لقطط الشارع لانهم بيشموا الريحه وبيدخلوا راسهم فيها فينجرحوا، وكانت النصيحه مع المعلومات ان نغسل العلبه قبل ما ارميها عشان القطط ما تدخلش راسها وتتعور. سؤالي: لو استتقلت اني اغسل العلب ورميتها زي ما هي، فعل اشيل ذنب القطط اللي ممكن تتعور؟ مش بالضروره ان القطط تتعور ولا ان دوت يحصل ده، لكن انت لو حصل في قلبك ان انت بتعملي الكلام ده تثابي على ده، تثابي ان انت تساوي الامر ده. وفي امر اسهل، ان انت تحطي ده في الاكياس، في اكياس بلاستيك وتربطيها، فان شاء الله يكون ابعد من ان حد اذا استثقلتي ان انت تغسلي ده. الشرع الشريف ما طلبش منك ان انت تعملي الكلام ده غصب عنك، لكن وضعيها في اكياس واغلقيها واربطيها، وان شاء الله ده يكون خير وبركه ونور وفضل، وان شاء الله ربنا يجزي لك الثواب ان انت بتراعي الرفق بالحيوان. يا ساده، احنا اتكلمنا النهارده عن هذا الحديث الجليل اللي احنا سميناه حديث العيش المشترك، وازاي هذا الحديث يجعل العيش المشترك لينا. يا رب اجعلنا على الدوام ننيل في ايدي اخواننا ونساوي صفوفنا حتى نصير الى التنميه سيرا حثيثا بمدد الله سبحانه وتعالى، حتى نكون ممن وصله الله سبحانه وتعالى عندما نمسك بأيدينا جميعا ونساوي صفنا ونحسن أداءنا ونسير معا في تنمية وفي بركة وفي نور مع مدد الله سبحانه وتعالى وعونه. يا رب اجعلنا دائما في محل مددك، نسير نحو التنمية ونسير نحو فضلك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا كريم يا ودود.